فيها شنو لو وقفت معاك؟ ده برضو ما تخصصك. ولا الصيدلة برضو بيجد عندك مجرد تجارة؟ يا سيدة أنا قلت لك شغل البحوث والصيدلة ده خليه وتعالي معاي الشركة، مع إنه شغل الشركة برضو تخصصك. طيب إحنا قرينا لشنو؟ وأحلامنا في الجامعة كانت بشنو؟ أنا طوالي بقول لك يا سيدة العالم البر ده ما زي عالم الجامعة، ده عالم داير قروش عشان نأمن مستقبلنا ومستقبل أطفالنا الجايين. طيب عشانه وعشان غيره نحن لازم نستمر في البحث ده. استمر براكي وأنا مستعد أديك أي قروش عايزاه لحد ما يجيب لك طفل يهدي غاعك السريع ده شوية. أولادك وين؟ سيدة؟ سيدة أنا لقيته يا سيدة، لقيت عنوانه، راسلته ورد علي. الدكتور اللي كلمتني عنه رسل لي كل شيء، الإقامة والإعاشة والتكاليف أي حاجة. لكن الموضوع ده مش مكلف شديد؟ ما في حاجة في الدنيا بتغلى على طفل يعيش بيناتنا. ممكن ينجح وممكن ما ينجح، لكن بيستحق المحاولة. ولو ما نجح ده حيكون آخر أمل، فقدناه. بقيت ما عارف أعمل معك شنو. أنت اللي بديتي موضوع الدكتور، لما بقى قريب بقيت خايفة منه. أنت ليه بتدس مني فرحتك بالأطفال؟ ولما نجيبنا سيرة الأطفال أهو دي بانت في وشك. أوه دي بقت ما طريقة دي. لكن بالغت معاوية يا سيدة، بعد التعب التعب وعشانك ده كله؟ والله بقيت ما عارفة أعمل معاه شنو يا منال. خايفة نصرف القروش دي كلها وما نصل لنتيجة. ما القروش براها، أنا خايفة من آخر محاولة. أنت عارفة مرات كثيرة بقول في نفسي أحسن لي الأمل ده يكون قاعد بدل ما أمشي ألقاه ما في. أمشي يا سيدة، احتمال تصل النتيجة. نحمد الله على كل شيء. الحمد لله. زين لسه العمر فيه باقي، لو ده تعرس عرس من حقك. أنا الله يصبرني. بدأت تفكر في الموضوع مش؟ موضوع شنو؟ موضوع العرس. اللهم طولك يا روح. الكلام ده ما بيشبهك يا سيدة. قالوا لك يا منال الراجل ده بركة وعالج نسوان كتار. اختي ليه؟ أنا ما أمشي وأجرب. سيدة انت اكبر الدكاتره جوا السودان وبرا السودان، ما عملوا لك حاجه حيحمل لك الراجل ده. منال حتمشي معي ولا امشي براي؟
أنا في مشوار ما مشيت معاه. معقول يا سيدة؟ معقول بعد عمرنا ومكانتنا تدخلينا قسم البوليس؟ هاي لكن يا زين بوديك أماكن مشبوهة زي دي شنو؟ هاي لكن قالوا لي الراجل ده ده راجل دجال. معقول بعد علمك وثقافتك تغلطي غلطة زي دي؟ الزين أنا نفسي يكون عندي طفل أشوفه في بطني، ولو قالوا لي في أي حتة بعيدة قريبة ممكن مستحيل أنا حمشي لها. قلت لك يا زين سعاد بيت محجوب. ما عرفتها. ساكنة في الحلة الورانا، طبعا هي مرقت من الحبس وعندها ما شاء الله من المرحوم 4 أطفال. ربنا يخليهم لها. قلت لك يعني فيها شنو يعني لو عرستها وجبت لكم طفل كلنا نربيه مع بعض. شوف يا سيدة والكلام ده ما حعيده، مما نحن طلبة لغاية هسي أي حلم وصلناه ما لقيناه زي ما تخيلناه، وانا اي شيء وصلته بقى لي ما زي الشيء اللي تخيلته الا انت يا سيده. عشان كده عليك الله يا سيده، خليكي سيده اللي انا بعرفها، خليني اعيش الحلم اللي انا حققته اني اكون معك. انت عارفه يا منال تعبتكم شديد معي انت وزين، خاصه انت ما خليت لك اجازه ترتاحي فيها. كلامك صح، تعبتينا تعب شديد، بس ان شاء الله انت ترتاحي. وكيف ما ارتاح وانا عندي راجل زي زين صاحبه زيك. انت عارفه يا منال انا عندي حاجات قيمه جدا اهو زيك وزين وابوي وهديل. رجعنا تاني للحيرة وصلنا. ده غدر الله وقع علينا يا سيدة. ما وقع عليك انت، وقع علينا كمان. كان ده تعرس عشان تجيب لك شفة. انا ما بلومك، امشي. انا ما عرستك الا عشان نعيش الهم والفرح سوا. انت قسمتي معي كتير، دي قسمتي معك يا سيدة، قسمتي معك.